القانون قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية اللي صدرت في شهر 4/2021 هو بيخاطب ثلاث أنواع من أصحاب المشروعات. النوع الأولاني اللي عنده مشروع قائم وعايز يتوسع فيه، والنوع الثاني كل الشباب وكل المبتكرين اللي نفسهم يبقى عندهم مشروع ومش عارف يبدأ إزاي، والنوع الثالث أو المستهدف الثالث وهو قطاع هام جدا هو القطاع الغير رسمي. وخلينا نبدأ بأول شريحة اللي هم أصحاب المشروعات القائمة. أصحاب المشروعات القائمة عشان يستفيدوا من هذا القانون لازم يتسجل في فئة المستفيدين من القانون. يتسجل إزاي؟ يتسجل بحصوله على شهادة تصنيف مشروع من خلال جهاز تنمية المشروعات، يتقدم للجهاز إما عن طريق يعني بشكل إلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية بتاعة الجهاز والويب سايت بتاع الجهاز، أو إنه يدخل أي فرع من فروع الجهاز عشان يقدم طلب للحصول على الشهادة. اللي بتقول إيه الشهادة دي؟ بتقول ده مشروع متوسط ولا مشروع صغير ولا مشروع متناهي؟ بتقول ده مشروع صناعي ولا غير صناعي؟ بتقول ده مشروع جديد ولا مشروع قائم؟ بهذه الشهادة يبدأ ياخد الشهادة الأخرى اللي هي الشهادة المهمة جدا، شهادة الاستفادة من المزايا الحكومية الواردة بالقانون. بمجرد أنه بيحصل على هذه الشهادة والحد حجم أعمال يصل إلى 10 مليون جنيه يقدر ينتقل إلى نظام جديد اسمه النظام الضريبة المبسط، نظام الضريبة القطعية. ونبسط للناس ونقول لهم أي حد حجم عمله في مشروعه السنوي لحد 250 ألف جنيه بالنظام الضريبة المبسط هيدفع 1000 جنيه ضريبة مقطوعة، لحد نص مليون جنيه هيدفع ضريبة مقطوعة مقدارها 2500 جنيه، لحد مليون جنيه يدفع 5000 جنيه، وتزيد تدريجيا لحد ما تصل إلى 1% اللي حجم أعماله 10 مليون جنيه. طبعا بهذا النظام أصبح خاضع لأحكام القانون، يستفيد به في المعاملة الضريبية لمدة 5 سنين متصلة دون فحص. يعني شرطنا الأساسي بس في المعاملة دي إن ما في مصداقية في البيانات اللي بتدون في الإقرار الضريبي. وهنا اسمح لي أدعو كل أصحاب المشروعات إن هم يتوجهوا للجهاز، يتصلوا برقم الخط الساخن 16733 عشان يعرف أقرب عنوان فرع ليه، أو يدخل على المنصة الإلكترونية أو الويب سايت بتاع الجهاز والخدمة متاحة بشكل إلكتروني أونلاين، بيقدم ويرفع المسندات بتاعته وبنتصل بيه نقول له تعالى استلم الشهادة.